كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم بغيت ندير الحامض المصير، بغيت نصيبو وبغيت نشاركو معايا، حقاش انا وعدتكم اي حاجه درتها كتنجح ليا وكتصدق ليا زوينه غادي نشارككم معايا فيها. المهم غادي نبداو دابا بسم الله، غادي نوصلو بعدا نوصلو مزيان تنوصلو انا بهذا الشيته، هذه ديال هاد الشيته ديالها خاصه ديال الكوزينه، رطبتو قبيله في الماء باش كيطلق ليا داك اللالات فيه حتى شي وسيخات ولا فيه التراب ولا هذا، كنحكو بحال هكا مزيان حتى كنتاكد راه صافي تحيد منه داك الوسخ ديالو وداك التراب وداك الشيء، واخا هو ما تيكونش فيه التراب المهم نقيو حنا ننظفوه صافي. غادي نستمر حتى غادي نحكو بحال ما هكا كله وغنعاود نشلو وعاد غادي نوريكم الطريقه ديالي. هاد كلها طريقته، كاين اللي كيديرو بحال ما هكا قصين وكيرقدو في الملحه، كاين اللي كيديرو في المطيب، كله كيفاش كيدير ليه. انا نوريكم الطريقه ديالي وكيجي زوين، يعني ما نقولش لكم كيجي احسن من ديال الزنقه، وهي في الحقيقه اي حاجه صايبتوها في الدار كتجي بنينه ولذيذه وكتجي احسن من ديال الزنقه، يعني منقينها وعارفين اشنو دايرين فيها وكتكونوا مغسلينها مزيان وداك الشيء، كتكونوا كتاكلوها وانتم مطمئنين انتم وليداتكم. صافي دابا كما قلت لكم غادي نستمر حتى غادي نحكو كامل، شتي راه ملي كنحكو كيبدا كيتنقى. انا هاد الشيته كتعجبني حقاش فيها بحال هكا كنتحكم فيها، دايره غير الكوزينه بحال ما كياكل، حتى الا بغيت نغسل الخضره ولا شي حاجه. كما شفتوا الحامض ها هو غسلتو، وهذا الحامض راه كان عندي مرقد، كنت رقدتو دابا تقريبا شي شهر، كنت درت الحامض البلدي، وهذا اللي عندي الحامض الرومي، هذا الحامض الرومي، وانا هذا اللي كنت رقدت كما قلت لكم، هذا البلدي ملي كان داك البلدي موجود ورخيص، كنت خديت منه تقريبا جوج كيلو، ثلاثة كيلو يا ربي ثلاثة كيلو، وكنت درتو في هذه القرعة الكبيرة، هذه ماشي كبيرة بزاف شوية مايان، كنت درتو عمرتها وحتى حتى فاش رقد ليا مزيان، وليت كناخد منه كنطيب منه كندير في حكة في الطواجن مع الحوت، كندير في اي وصفه كيجي فيها الحامض مصير كنديرو، وراه كيجي لذيذ. انا غادي نوريكم حيت كان كنت كناخد منه كنبقى ليا غير النص وحولته في هذه القرعه هذه، باش غادي هذه غادي نرقد فيها الحامض وغادي تشوفوا كلشي. غادي نوريكم هذا الحامض اللي الحامض البلدي اللي رقدت، راه كيجي زوين شوف كيفاش كيجي. هذا المرقده وكناكل منه دابا، هو راه تيطول شويه في الطياب، كيطول تقريبا الى رقدته تقريبا على 20 يوم ولا اكثر، عاد كيبان لكم بدا كيتغير اللون ديالو راه بدا كيطيب. المهم انايا كما شفتوا كنتمنى يكون واضح، راه تيجي معسل وزوين وكيجي لذيذ بزاف بزاف، يعني كيجي لذيذ احسن من ديال الزنقه، ما حيت طيب طبيعي ما فيه حتى شي حاجه، فيه غير الملح صافي. انا غادي نصايبو كلشي قدامكم. المهم هذا راه دابا انا بديت كنستعملو، بديت كنطيب بيه كما قلت لكم دابا تقريبا شي شهر ولا ما شهر ما كامل شهر ونص، وراه صافي وجد ليا وبديت بديت كنطيب منه، راه كانت القرعه كما قلت لكم عامره، ومني قربت تخوى خويتها في القرعه باش غادي نعمر هذه. دابا غادي نرجع هذه، وكما قلت لكم نسيت راه السيرو ديالو هو تيطلق داك الماء ديالو كيولي بحال شكل السيرو، كيولي بحال شكل السيرو بحال ملي كنبغيو نديرو الطويجنات ولا نبغيو نديرو الدجاج محمر، هاد السيرو ديالو تقدروا ما ديروش الملحه حتى ديروا شي جوج معالق من هاد السيرو ديال الحامض المصير، كيطلق واحد البنه زوينه وصدقوني الا درتوه في الدجاج محمر هاد السيرو هذا كما قلت لكم
هاد السيرو ديال الحامض المصير، الا درتوه في الدجاج محمر ولا في الطويجنات ديال الدجاج ولا في اي حاجه ولا في الحوت، كيطلق واحد البنه عجيبه ما نقولش لكم. انا بحال الا درت الدجاج محمر ولا درت الطواجن ديال الدجاج ولا ديال الحوت، كندير من هاد السيرو، كندير الحامض المصير وكندير من هاد السيرو، كندير منه واحد جوج معالق كبار. عاده فاش كنذوق الملحه وكنشوف الملح الا كانت خاصاني شويه كنزيد، كيطلق واحد اللذه ما نقولش لكم كيفاش دايره. المهم هذا ها هو غادي نخليوه، هذا دابا انا راه كنستعملو يعني كنطيب منه كما قلت لكم وكلشي. دابا غادي نوجد معكم، عندي هنا الملحه العاديه، الملحه العاديه الا بغيتو ديروا ديك الملحه الغليظه اللي بغيتو. انا غادي نخويها في الطبسيل باش غادي تسهل عليا باش نهزها، انا خويها في الطبسيل باش تسهل عليا باش نهزها صافي. وكناخذ بحال ما هكايا، كنحيد لي هذا الراس وكنمسح بحال ما هكا الحامضه، غنوريكم غير وحده ولا جوج باش ما يجيش الفيديو طويل. كنمسح بحال ما هكا الحامضه وكندير فيها الملح بحال ما هكا، كنعمرها شويه بالملح ماشي بزاف غير شويه بحال هكا. كما شفتو كندير فيها الملحه، وراه من ملي تيطيب راه ما تيبقاش مالح، راه كيولي عادي ما تيبقاش مالح بزاف صافي. وكنعاود نجمعها بحال هكا وندير في القرعه. دابا هذا حيت كبير، انا خديت هنايا 2 كيلو ديال الحامض، خديت 2 كيلو ديال الحامض، راه حيت ملي كيبات بحال هكا في القرعه راه كيهبط شويه، كيطلق داك الماء ديالو كيهبط، داكشي اللي غيبقى ليا غنعاود نزيدو وغتشوفو كلشي ان شاء الله. حيت الحاجه ديال كما قلت لكم الحاجه ديال هذا الحاجه ديال الدار يعني ما عندها ثمن، كما كانت كتكون صحيه وزوينه صافي. وغادي نديرو في القرعه، انا ما عندي هاد القرعه صغيره، ولا هاد القرعه كما شفتو راها صغيره وغتهز ليا، غتهز ليا راه كتهز، حيت هو كيهبط كيطلق داك الماء ديالو كيهبط. الملحه كديرو بحال ما هكا القياس، وملي كيبان لكم القرعه غادي تعمر كتضغطوا عليها بحال ما هكا، كتضغطوا عليه مزيان مزيان صافي. وغادي نبقى مستمر بحال ما هكا حتى غادي نكمل ونرجع معاكم. كما شفتو القرعه هي عمرات، راه هو تيبدا يطلق داك الماء ديالو، شفتو كيبدا يطلق داك الماء ديالو، ومازال ان شاء الله الصباح غادي يطلق الماء، غادي نشوفو غادي نلقى الماء كله طلع حتى لهنايا وغادي نوريكم كلشي. دابا واخا عمرات ليا القرعه غادي نزيد هاد الحامضه، حيت مازال كما قلت لكم غادي يهبط، مازال غادي يهبط، وهذا الشيء هاد الحامض اللي شات ليا غنخليه حتى الصباح، وملي غادي تهبط ليا شي اللي في القرعه غادي نعاود نزيد واحد جوج حامضات ولا ثلاثه، غادي نبقى نزيد حتى صافي القرعه كتعمر. واخا كما قلت لكم كتشوفوها بحال ما هكا عامره، راه الصباح غادي يهبط، غادي يلقى هابط وهذاك الماء ديالو غنلقاه طالع الفوق، هو كيطلق داك الماء ديالو. دابا انا ملي جربت هاد العامين تقريبا وانا كندير هاد الحامض كيصدق ليا زوين، وما بقيتش كنشري هذاك ديال الزنقه صافي، ما بقيتش كنشريه. شفتو كنضغطوا عليه مزيان مزيان، بحال هكا
درت هذه غير باش يهبط لي داك الحامض. انا غادي ندير دابا بلاستيك وغادي نسد هاد القرعه هذه. شوفوا واخا يبان لكم بحال ما هكا، ملي غادي نسد القرعه راه غادي يهبط، وكما قلت لكم راه غيصبح هابط حتى لهنايا، ومازال غيخصكم الحامض باش ديروا باش تزيدوا تكملوا القرعه. انا غندير بلاستيكه باش ما كتخرجش ديك النفس، باش كيبقى مزيان ودغيا كيطيب. نعاود ندير ميك عاود ثاني. دابا غادي نسد عليه. صافي دابا انا زيرت عليه باش ما تخرجش النفس، غادي نخليه حتى الصباح، وغادي نلقاه طلق داك الماء ديالو طلع حتى لهنايا، وداك الحامض هبط، وغادي نزيد تقريبا واحد جوج حامضات ولا ثلاثه. هذا الحامض اللي بقى لي غادي نخليه حتى الصباح، وغادي نديرو نزيد نكمل به القرعه، وغتشوفوا كلشي ان شاء الله، كلشي ان شاء الله غتشوفوه. وهذا هو الحامض ديالنا ديال اليوم. المهم غادي ان شاء الله الصباح كما قلت لكم وغنكمل معاكم. هذا هو الحامض اللي رقدت معكم البنات البارح، شفتوا الماء طلع ولا الماء حتى هنا هو طلق داك الماء ديالو، شفتوا الماء كنتمنى يكون كيبان. شتي راه الماء وصل لي حتى لهنا. دابا غادي نحل هاد القرعه قدامكم، راه باقا ما حليتهاش، غادي نحلها قدامكم وغادي تشوفوا داك الحامض اللي حيت انا خليته بات. هذاك الحامض اللي درت البارح هي كسديت القرعه غير بزز، وغتشوفوها كيفاش هبط داك الحامض، وكيفاش غادي نزيد وشحال غادي نزيد ديال الحامض. انا راه سديتها مزيان، ضروري خصكم ديروا البلاستيكه وتسدوها مزيان. شتو داك الحامض هانتوما شتو راه هبط، ومازال دابا خاصني نزيد شي جوج حامضات تقريبا ولا ثلاثه. غادي نزيد دابا ونشوف شحال غادي نزيد. ملي كتخليه كما قلت لكم يبات كيهبط، وكتزيدوا شويه الحامض، ضروري تزيدوا الحامض باش كتعمروا القرعه، باش ما كتبقاش النفس تخرج وكيطيب. هو راه كيطول شويه في الطياب ولكن كيجي زوين. غادي نزيدوا دابا الحامض كما شفتوا. ياك شفتوا البارح القرعه سديتها غير بالزز، ها هي دابا بحال الا ما سديتها. دابا هاد الحامضه عندي كبيره درتها، وغادي نشوف واش غادي نزيد ولا لا. شفتوا الماء سالين كيطلع. صافي دابا غادي نزيد حامضه وحده اخرى عاوتاني، وغادي نسد، غادي نسد عليه ونخليه حتى كيبان ليا تغير اللون ديالو. كيبان ليا تغير اللون ديالو تقريبا مده 20 يوم اولا 25 يوم كيبدا يطيب. وملي غديروا هذا الحامض مصير ما غاديش تبقاو كاع تشريو الحامض ديال الزنقه، هذا كيجي لذيذ وكيجي زوين بزاف. هذا الماء ديالو راه كيولي بحال شكل السيرو كما قلت لكم، تقدروا ديروه بحال هكا في الدجاج محمر، ديروه في الطويجنات في بلاصه الملحه، كيجي زوين، كيجي واحد المذاق ما نقولش لكم. هو كيطيب غير بداك الماء ديالو وهاد الملحه كيطيب. شفتوا البارح شحال زيرت في داك الحامض في القرعه، وصبح ليا هابط الصباح، صباح داك الحامض كله صباح هابط في القرعه. دابا غادي ندير البلاستيك وغادي نسد عليه بالقفاله ديال القرعه بحال هكا. ضروري ما ديروا هاد البلاستيك. صافي وغادي نسد. صافي دابا انا سديت هاد القرعه،
ياك شفتو معايا البارح ملي كنت درت الحامض سديت القراعير بالزز وكان الماء وصل حسن هنايا، ودابا ملي زدت هادوك جوج حامضات الماء راه طلع الماء ديال الحامض طلع حتى للراس ديال القرعه. يعني هاد الماء ديال الحامض كان ها هو نوريكم، شتي الماء ديال الحامض راه القرعه عمرات بالماء. دابا هاد الماء ديال الحامض هو اللي غادي يطيب فيه وغادي يبقى يتعسل وغيجي زوين. كما قلت لكم هاد القرعه هادي راه خدات ليا كيلو ونص. انا وريتكم غير الطريقه، نتوما ممكن ديروا كثار جوج كيلو ولا ديروا قرعه كبيره اللي كتهز بزاف مثلا جوج كيلو ولا ثلاثه ولا حتى اربعه. وساهل في الطريقه ديالو، راه كما شفتوا راه غسلته مزيان وفتحتو ودرت فيه الملحه ودرتو في القرعه وسديت عليه حتى لغد لي نعاد عاود زدت مازال الحامض وسديت عليه صافي. دابا ما غاديش نبقى نزيد الحامض، غادي نبقى نخليه بحال ما هكا حتى غادي يدوز واحد 20 يوم ولا شهر وغيبان ليا بدا كيتبدل ليه اللون ديالو، بدا كيتبدل ليه اللون ديالو صافي غنعرفو راه بدا كيطيب. ملي هذا راه شويه بدا كيطيب، مازال ما طابش مزيان هذا حيت يلاه درتو غير شي شهر دابا، حيت هو كيطلب شويه الوقت باش يطيب باش كيولي مصير. هذا راه قبل ما يطيب يلاه ولا كيبان ليا شويه جاي المارو، بديت كناخذ منه باش كنطيب. ها نتوما شفتوا كيفاش كيجي مارو، كيجي معسل اوكي وصافي. وكتنساو كديروه في شي بلاصه فيها الظل، شي بلاكار ما تكونش فيه الشمس، كتخليه وكتنساه حتى كدوز شهر ولا شهر ونص. ملي كتجيو كتلقاو بدا كيتبدل ليه اللون ديالو وكتبداو تهزو طيبو منو راه زوين بزاف. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو كما العاده ما تنساونيش بلايك واشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. خليتكم على خير وتلقاو الخير ان شاء الله حتى الفيديو واحد اخر.